بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا ملحين في الدعاء حتى ترضى عنا الرضا التام والخالد، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش لآن. والله أكبر. قل للذين آمنوا يغفروا، شو محل الأمر؟ آمنا فغفرنا. ربي قلنا لا تحبون أن يغفر الله لكم، هي أنا ما عنديش ماضي، ما كنش في المستوى ذا من اليقين، كنت نصلي مرة وما نصليش مرات، وهذا في بداية الشباب. لكن بعد رجعت لأصلي اللي تربيت عليه وهو القرآن، وعرفت أن لا سبيل لي كإنسان جدي إلا أن أتبع سنة رسول الأنام عليه الصلاة والسلام، والذي يعتبر الصلاة عمود فقري للإسلام. وما أدراكم ما الإسلام؟ اللي اليوم الناس احتلموا فرصة غيابه في السلطة فصنعوا ما أوحت به شياطينهم و ساقط لهم النفس تاعهم ما لا يجوز أن يقبلوه. سولت لهم أنفسهم بما سيضر بهم في الدنيا والآخرة، وهم لا يعلمون أنهم سيبعثون وأنهم سيحشرون وسيحاسبون حسابا قد يكون فيه مناقشة من لدن الله. وما أدراك من حال سيئة لمن نقش الحساب. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.